نحن يا جماعه ما دارين زول يقدم نصيحه ولا نصيحتين ولا درس ولا درسين وينقطع في عندهم نشاط وناس الله اداهم بلاغه وداهم حفظ للنصوص وداهم سرعه بديهه لكن عندهم كسل ولا تلقى سوى نصيحه نصيحتين تاني ينقطع الزول البعاين في سير الصحابه ذي يا جماعه اللي اخر رمق نازل للموت كذي مواصلين وثابتين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا شنو تبديلا تواصل كذي ما يمر عليك اسبوع بل ما تمر عليك ما يمر عليك يوم ولا يومين الا تعمل نصيحه النشاط ده اس يا اخواننا اللهم بارك عليهم كم واحدين قاعدين برا وديل الجو في ناس ما جو عندهم ظروف وعندهم اشياء ازيد لو كلهم اشتغلوا دعوه اقسم بالله الصوفيه ديل الا آية القرد ده أكله تاني كتل كتل والله الذي لا اله غيره ناس لو اشتغلت كذي كله نصايح كذي تخيل هسه العاصمه دي برا خليه برا شغالين اي مسجد شغال توحيد توحيد توحيد, توحيد والناس شغاله دعوه واي زول ماسك ما في زول الا بعرف يتكلم اصلا السودانيين ديل الله داون الخطابه دي كان سووا شكله نصها ذات خطابه شكله ذاته نصها خطابه ما شفتهم في السوق وقال بيجينا مشمر من جع رايه كلام ذاته إتا بتتحير ذاته كلام الرجال هذا شفتها جيبوا في الدعوه دي واشتغل اشتغل اشتغل لف لف انا ماذا اكرر كلام الاخوه لكن شنو الناس تثبت يا اخي قال لك ابو عقيل ده ابن الجوزي قال في اخر رمق في اليمامه ومطعون ومضروب وما قادر قال ابن عمر سمعته وصوته منخفض خلاص دار موت قال يا ابن عمر ما فعل عدو الله قال أبشر قتل مسيلمة قتله وحشي وأتمه أبو دجانة رضي الله عن الجميع قال فرفع رمقه أو رمق ببصر السماء وقال الحمد لله زول الدم شغال والعذاب ومتألم حمد الله ثم ذكر الله ورفع سبابته ثم مات رضي الله عنه شفت لو واصلت كذي لآخر رمق والله الخير ده ينتشر